كنا نقولوا الشام الشام الشام، انا اليوم دا الشام عندنا في عنابة. اذا انا كنت اليوم في اجتماع في وزاره الشباب والرياضه، اؤكد لكم يعني باللي عنابة هي في المقدمه مقارنه بالملاعب الاخرى التي سوف تحتضن الشان 2022. اذا هنيئا لولايه عنابة ومدينه عنابة. اليوم شفتوا وصول يعني الفريق الوطني بقياده مجد البرا والفريق الموريتاني. ان شاء الله غيكون فيه مقابلتين وديتين، الاولى غتكون بدون جمهور والثانيه ان شاء الله غتكون بجمهور. وهذه يعني مناسبه باش ان شاء الله نقدم على عنابة. احنا تجاوزنا للشان، احنا رانا دوكا 25 سمعت رئيس الجمهوريه غيمضي على الملف الذي يرسل للكاف في القاهره من على 24 ساعه حسب ما تفضل بها السيد معالي وزير الشباب والرياضه. ملفنا قوي مقارنه بالملفات الاخرى نتاع الدول الاخرى. ان شاء الله يعني نشوف عنابة ثاني تحتضن فوج من الافواج نتاع الكان 2025، وراح ان شاء الله هذه العامين تمكننا يعني باش الله نرفع مستوى تاع عنابة في اطار يعني التجميل والتهيئه الى اخره. هناك مشروع لتخطيط الملعب 19 مايو الحد ما كانش، ما ان شاء الله احنا نسعى باش يكون في تغطيه تكون فيه تراموي ويكون فيه طريق سيار وفيه كل شيء. هذه مناسبه لا تعوض. احنا ان شاء الله اليوم تعبنا والفضل يعود للعمال يعني جنود الخفاء نتاع مؤسسه ميطال وكل الشركاء نتاعها. ويعني كي كنا نقولوا باللي يعني هذا تحدي كبير يعني كانت الناس ما امنتناش، وحنا كنا نخدموا وساكتين والحمد لله اليوم شرفنا عنا بهالشيء.